أكد سفير محمد أحمد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهمية قرار دولة ليبيا بعودتها للمجلس، مشيرا إلى أن دولة ليبيا تعد من أوائل الدول العربية التي صادقت على اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية. جاء ذلك خلال اجتماع مندوب الدول الأعضاء بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية. نتابع. بعد غياب دام 15 عاما تعود الجمهورية العربية الليبية لحاضنة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتمارس دورها كعضو فعال ومؤثر بين الدول الأعضاء وبما تملكه من قدرات اقتصادية واعدة. جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن عودة عضوية ليبيا للمجلس. عودة ليبيا مهمة جدا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية. كما تعلمون دول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تشكل حوالي 60% من سكان الدول العربية، وكذلك ما يزيد على 70% من اليد العاملة خاصة في قطاع الزراعة. وهذه الدول دول جاذبة للاستثمارات بحيث أنها تحتل مراكز متقدمة فيما يتعلق بتصنيف الدول العربية جاذبة للاستثمارات. إذا يعني انضمام وعودة دولة ليبيا إلى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية سيعزز عمل العربي المشترك، وكذلك سيكون له تأثير إيجابي في عمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في المستقبل في الأمدين القريب والمتوسط إن شاء الله. وخلال الاجتماع أكد مندوب الدول الأعضاء بأن المجلس يملك رؤية مستقبلية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، فضلا عن ضم أكبر عدد من الدول العربية لعضوية المجلس. أنه يكون موجود أكبر قدر ممكن من الدول العربية في هذا المجلس هو إضافة نوعية دائمة، وكانت ليبيا طبعا عادت إلى المجلس وإجانا فيها الأوراق الرسمية بذلك، فكل الشكر والتقدير للشقيقة ليبيا، وكمان احنا من حيث الأمانة العامة المجلس لبذل المزيد من الجهود لكمان يكون في دول عربية أخرى كمان، وحتى نصل إلى كل الدول العربية إن شاء الله تكون موجودة في هذا المجلس، وذلك لتعزيز أواصر التعاون واستفادة كل الدول العربية من هذا التعاون، كل دولة من خلال الميزة الموجودة عندها إن شاء الله. عودة ليبيا إلى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إضافة متميزة ستدعم ولا شك التعاون العربي المشترك على المستوى الاقتصادي، وستساهم في تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي العربي.